طيب دكتور، عايزين نعرف تاريخ هذه العجلة أو منذ اكتشافها تحديدا وحتى وصولها للمتحف النهاردة، ودور القوات المسلحة أيضا في عملية النقل. هو في الحقيقة اكتشفت طبعا في أيام مقبرة توت عنخ آمون سنة 1922، وعلى مدار 90 سنة موجودة العجلة في مقرها وكانت في متحف التحرير لغاية سنة 87. العجلة دي الوحيدة اللي ما تمش فيها أعمال ترميم في بداية الاكتشاف. كانت البداية انها كانت موجودة في مخازن المتحف التحرير وخرجت لعمليات الترميم. كان قام بعملية الترميم دي الأستاذة الدكتورة نادية لقمة، هي متخصصة او مستشارة الترميم بتاع الوزارة، وقامت بعمل دي. لا تتخيلي حضرتك انه عجلة مفككة وبيصل عدد قطع الاخشاب اللي فيها ل 200 قطعة، انها تصل في النهاية الى الشكل البنائي بتاعها. وبعد كده لما حصل انها خلصت العجله ترميم، كان في احتفالات اكتوبر جايه، فتمت القوات المسلحه طلبت انها تاخد العجله للمتحف الحربي. وطبعا القياده السياسيه ايامها والقياده الاسريه وافقت، لان القوات المسلحه هي الدعم الاساسي بالنسبه للبلد كلها. فاتنقلت العجله الحربيه. بعد كده لما بدانا نفكر في موضوع المتحف المصري الكبير، متحف مصر الكبير هيعرض كل المجموعة الخاصة بالملك توت عنخ آمون في كل أنحاء الجمهورية. نقلت الآثار بتاعته من الأقصر، نقلت الآثار بتاعته من متحف النسيج. بقى فاضل عندنا العجلة الحربية فقط هي اللي عايزة تتنقل من المتحف الحربي إلى المتحف المصري الكبير. اللي حصل إن حصل تنسيق مع القوات المسلحة، إدارة المتاحف العسكرية، مع كافة الإدارات المعنية بالقوات المسلحة سواء الشؤون المعنوية أو الشرطة العسكرية، واتعمل اجتماع موسع في يوم الأربع اللي فات. ومن خلال الاجتماع ده تم التنسيق لكل اللي حضراتكم شفتوه النهاردة. يعني حاجة رائعة، قوات مسلحة لما بتبدأ تقوم بعمل أو بتشارك في عمل بتؤديه على أكمل وجه. الحمد لله.